لازم نعمل سكورينج. يلا طيب. لازم نعمل سكورينج للسكيلابيليتي ل فاليفاي. واو، هي دايما الجوله الثانيه بتنزل عن الجوله الاولى دايما. لسه باسل انا مش شايفاك. محدش يبص ماشي، بس يعني لما احتاج فلوس حقيقي خير ان شاء الله. خير، ما تقلقوش، خير لسه في فرصه ثالثه في وجه المستثمر، فخير لا تقلقوا. شكرا، ميرسي ميرسي، شكرا. لا ممكن نشيل بعدين، اتفضل. ايه الاعجاب ده؟ كلكم معجبين. طبعا يعني انا ما شفتش الارقام دي من زمان. الايتيز دي ما شفتهاش. مفيش ليميت عندهم، مفتوح. بس بيواجهوا خدمه مهمه، تحدي مهم، بيواجهوا انه لسه السيستم داز نوت ادابت لده. عشان كده السكيلابيلتي اديتهم اقل. يعني انا مش ايتيز، لان انا فيري pragmatic في when it comes to this. خالد برضو اداهم اقل، بس انا شايفها جايه 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 جايه، يعني خلاص جايه جايه، يعني العالم بيتحرك في الاتجاه ده. ده الميعاد المناسب قوي انك تبقي موجوده قبل ما تيجي بسنه مثلا. فهي جايه، فهم التوقيت كويس كمان. انا دخلت في اعتباراتي التوقيت، لو كان جه من سنتين ما كنتش اديته نفس السكور. الرقم ده ممكن يخليهم يقفزوا في يقفزوا هم وحظهم بقى. شوفوا هم وحظهم. ايه اكتر حاجه قلقتك او وترتك جوه وانت بتعمل تقديمه بتاعتك؟ والله اللي انا كنت شايفه ان انا ما كنتش عارف قوي لجنه الحكام هيتعاملوا ازاي بالفكره، عشان الفكره بتاعتنا برضو فكره محتاجه موافقات، محتاجه ان كذا حد يتبناها. بس الحمد لله اعتقد يعني كلهم كانوا فاهمين اهميتها واستخدامها. اوكي طيب، بعد اللي حصل جوه متوقعين تقريبا ممكن تجيبوا كام؟ يعني يا ريت ان احنا نعدي ال 80%. ما تقولوا رقم كده محدد ونشوف ايه اللي هيحصل. 87.5. اوف، ده كده هتبقى توب 1.